لم نحرمكم فقط من الكهرباء الوطنية، بل وحتى من كهرباء المولدات الأهلية. هذا لسان حال الأحزاب الحاكمة، وهي تريد أن تجعل ضوء المصباح حسرة على المواطن العراقي. المولدات الأهلية، البديل الاضطراري للكهرباء الوطنية، أصبحت معرضة للتوقف بعد أن قللت وزارة النفط كمية الغاز المخصص لأصحاب المولدات بنسبة أكثر من ثلثين. إضافة إلى ذلك، استبدلت مادة الغاز بمادة تعتبر ملوثة ومن مخلفات النفط الخام الذي تحذر من استخدامه الدوائر ذات الاختصاص بسبب تأثيره على الصحة والبيئة. الغاز هو قليل ما يكفينا، والنوم قطعة، كل شهر نطلع مطلوبين 10 ملايين و12 مليون، الله وكيلك قال لي 50 مليون مطلوب، ويوميا واقفين لي بالباب، على شنو والله؟ انا قاعد اشغل قاعد اسكت، والله قاعد اسكت العالم. يعني هذا الشهر 10 لترات للكيفي، 6 براميل، انا مستلم 6 براميل وازيد المولدات، 6 براميل، وين يخليها الستة؟ وهو بده يصرف 50%. هذه معاناة من يستطيعون دفع ثمن الحصول على بضع أمبيرات من الكهرباء الأهلية، فكيف بالذين لا يملكون ثمن أمبير واحد يشعل مصباحاً ينير ليلهم الدامس؟ جيت أسوق بالسنك، فالجو حار كلش حار، لقيت هاي المرشات شوية تبردت ارتاحت، تروح للبيت ما كهرباء، على من 2003 لجا على هالمعاناة هاي. أكثر من 80 مليار دولار أنفقت على قطاع الكهرباء بإقرار مصطفى الكاظمي، أين ذهبت؟ لا مصانع تدور ولا معامل تنتج ولا شبكة تفي بغرض الاستهلاك المنزلي. مليارات أهدرت وما زال العراق رهين الغاز الإيراني لمدة تصل إلى 10 سنوات، كما أكدت ذلك وزارة الكهرباء. الإجابة عن ميزانيات الكهرباء المهدورة يجدها المواطن العراقي في بطون من يسمون حيتان الفساد الذين ساروا بالبلاد إلى الهاوية.